وصلت جاك جي اس 6. هذه السيارة الممتازة الرائعة موديل 2024 تقيك بمحرك 1.5 توربو، سيارة موديل 2024 موفرة للبترول، اللتر الواحد يوصلك 17.6 كيلو. السيارة فخمة جدا مطعمة هنا عندكم بالال اي دي، السيارة تجي فيها حساسات في الخلف وايضا كاميرا في الخلف، اما داخليتها شيء خرافي. تعالوا معنا، السيارة فيها تحكمات اوتوماتيك بالكامل، عندكم الشاشة هنا مثل ما انتم شايفين الشاشة الكبيرة، عندكم هنا تاتش للمكيف، ايضا عندكم الدبل سجنير، عندكم الجير الجديد الاوتوماتيك ما شاء الله، عندكم الباركينج الاوتوماتيك، فيها نظام الاندرويد وايضا نظام الكار بلاي. بالنسبة للعداد، العداد اوتوماتيك والشاشة يظهر فيها كل بيانات السيارة، فيها مثبت سرعة، فيها التحكم بالصوت، فيها جميع المميزات في الستيرنج، والسيارة بمقود ما شاء الله رياضي ومميز. سيارة معطاية ميزات السيارات الفخمة، شيء مميز ورائع وعليك بالجاك. وإذا كنت تدور على سيارة اقتصادية، اس 3 من جاك 1600 سي سي، اقتصادية جدا، فيها حساسات، فيها الكاميرا، فيها مميزات كثيرة راح تشوفها الحين. سيارة جاك جي 7، هذه السيارة الرائعة 1.5 توربو، اقتصادية جدا، بقسط مريح جدا. تعال شوف السيارة في الوكالة ونعطيك نبذة عنها على السريع. وعندكم هنا الجاك جي اس 4، تعالوا شوفوا مميزاتها الجميلة في المقطع. ايضا عندكم جاك توفر لكم سيارات البيك اب من جاك اللي تجيب محرك 2000 سي سي توربو، وهذه السيارة تجيك التو ويل والفور ويل.